في أحد الأيام ساعة الدين فقصد النملة. أنا جائع يا جارش النمل. دهشت النملة وقالت باستغراب: وما علاقتي بجوعك؟ ارتبك الديك وقال للنملة: أنت تملكين الكثير من حبات القمح، وباستطاعتك مساعدتي. يا له من طلب غريب، يا له من طلب غريب. من قال لك إن السماء أمطرت قمحا؟ لقد ضللت طوال أشهر أكد وأتعب في الحقول حتى جمعت ما يكفيني من القمح. أنا مستعدة لمساعدة من يتعب مثلي، ولكنني سأكون بلها إذا ساعدت متكاسلا مثلك. أنت كسلان، أنت كسلان، لا تعمل ولا تجيد سوى الصياح. اصمتي اصمتي، لست متكاسلا لكني لا أريد أي مهنة. خجل الديك وابتعد عن النملة، ولكنه لم يحتمل الجوع وصاح مستغيثا: وماذا سأشتغل؟ فأنا